يقول بأن الاحتياط لصلاة الصلاة لصحة الصلاة المحافظة على قراءة البسملة أول سورة الفاتحة، لأن بعض العلماء يقول بأنها آية من الفاتحة، فهل هذا صحيح؟ الله الذي عليه أول ما أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى أنها آية من الفاتحة. نعم. ومن كان متمذهبا بمذهب الإمام الشافعي فالإمام الشافعي يرى أن صلاته غير صح، أن صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه ترك آية من آية الفاتحة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من قراءة الفاتحة ومنها الآية البسملة. والذي عليه جمع من أهل العلم عدا الإمام الشافعي يرون بأنها ليست جزءا من الفاتحة، وإنما هي جزء من آية من سورة النمل، ولكنها وبعض أهل العلم يقولون بأن الفاتحة هي بأن البسملة هي آية مستقلة من كل سورة، لا تضاف إلى أي سورة، ولكنها تستفتح السورة بالبسملة، والبسملة آية من كتاب الله. فعلى كل حال فيه خلاف، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم على أن البسملة في الفاتحة ليست جزءا منها وليست آية منها، وإنما هي من مسنونات الصلاة.